صناعة النسيج في عمان بلغت أوجها منذ ظهور الإسلام، فكان ما ينسج في عمان يصدر إلى العديد من بقاع العالم. يروي ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بردة وأزارا من نسيج عمان، فكان يلبسهما في الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. ويذكر ابن هشام أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قد كفن في 3 أثواب، ثوبين صحاريين وبردة أدرج فيها إدراجا، وقد ترك عليه أفضل الصلاة والتسليم بعد وفاته ثيابا منها ثوبان صحاريان وقميص صحاري. فأي فضل للنسيج العماني، وأي شرف يتباهى به النساج العماني، فمن صنع يديه تدثر أفضل الخلق وأشرفهم. يذكر ياقوت الحموي مركزا للنسيج في نزوة التي كانت تنتج نوعا من الثياب، وصفها بأنها منمقة بالحرير جيدة فائقة لا يعلو في شيء من بلاد العرب مثلها. لكن كيف يتم النسيج وما هي خطوات إنتاجه؟ أول ما يبدأ بعمله النساج هو تجهيز الدوارة من سعف النخيل، والدوارة أساسية في عمله من أجل لف الخيطان التي يصنع منها النسيج. ويشترط هنا تحقيق المرونة في حركتها من أجل انسياب الخيط بكل سهولة ويسر. وما أن ينتهي النساج من إعداد الدوارة الصغيرة حتى يقوم بعض الغزل بالدوارة، وقبل القيام بالنسيج يندى الغزل المجلوب من السوق، وتتم دباغته بما يسمى بالسوي، وهو خليط من الماء والطحين والملح. يخلط الغزل بهذه المادة في إناء فخاري، أو كما كان يفعل النساج العماني القديم في لوح من الصخر. ودباغة الغزل بالسوي تتم لكي تصبح الخيوط متينة وملساء لتسهل حركتها على الكارجة أثناء الشد والنسيج. وللحصول على خيوط رفيعة صالحة للنسيج تغزل هذه المواد الخاصة بواسطة مغزل خشبي يتكون من عدة قطع تسمى دالوب، تلف عليه الخيوط المغزولة وتترك حتى تجف من الماء، ويتم فرد الغزل على الدوارة الصغيرة ثم الدوارة الكبيرة. يقوم حائك النسيج مجددا بعض الغزل أو لفه على الدوارة الصغيرة لكي يتخلص النساج من ذرات خليط الطحين من ناحية، ولكي يجف الغزل من ناحية أخرى. ويقوم بهذه المرحلة الصبية الذين يتدربون على يدي الشريك أي معلم الصنعة ما بين 6 أشهر إلى عام حتى يستوعبوا هذه الحرفة. وبعد أن يجف الغزل على الدوارة الصغيرة يلف على الدوارة الكبيرة
لكي يصبح شلة غزل أو ما يسمى بصلخة الغزل، وتتم عملية تعقيم الصلخة عند تقاطع الغزل بواسطة خيوط رفيعة، وهي بهذه تكون جاهزة للمد على النول استعدادا لعمل نسيج منها. ويبدأ الشريك وهو معلم الصنعة، ثم المعاقب وهو المعاون، وكذلك الشاغرد وهو المعاون الذي يندي خيوط الغزل. يقوم جميعا بتجهيز النول الكبير، وتكون البداية بتركيب النيرة والتي تعمل من عيدان نبات الحلف، ولا بد أن تكون ملساء حتى يسهل مرور الخيوط عليها. تربط النيرة بعيدان نبات الحلف، والحلف ينبت في الأودية حيث تكثر المياه. ويلاحظ أن عمل النيرة يشبه إلى حد كبير عمل المشط، حيث العيدان المربوطة بالنيرة متباعدة قليلا. وما أن يتم تجهيز النيرة وعيدانها حتى يبدأ النساج ومن يعاونه بعملية المناوشة، وهي مد الغزل بين عيدان النيرة. وخيوط الغزل قد تكون بعدة ألوان حسب الرغبة أو حسب طبيعة قطعة النسيج أو التصميم، وغالبا ما يتعاون بهذا العمل ثلاثة أشخاص، كل واحد منهم يقوم بجزء من العمل المطلوب وبإشراف معلم الصنعة. ولإدخال الغزل داخل النيرة يقوم النساج بإدخال عود بين أعواد الحلف يكون رفيعا، ويطلق عليه الشوكة، وهذه الشوكة تعمل من سعف النخيل. تدخل الشوكة بين أعواد الحلف، وحتى جلسة النساجين لها تقليد، حيث يجلس اثنان منهما في الأمام أي عند مقدمة النيرة، بينما يجلس الثالث خلف النيرة. وهنا يربط فريق النسيج كل مجموعة خيوط من التي تم عقدها بالنيرة بعضها ببعض، وهذه تتم لكي لا تتشابك الخيوط أو ينفرط عقدها. يقوم أحد النساجين بتناول الخيط، ويقوم الآخر بسحبه بواسطة الشوكة. وبكل المهارة والإتقان والصبر يمضي النساج بعمله، سرعة في الأداء، دقة في الإنجاز، يضفي الخبرة التي اكتسبها على ما ينتج من قطع نسيجية بديعة. يستمر بإدخال الشوكة بين الأعواد لتقوم بجذب خيوط الغزل. ويكتمل تركيب خيوط الغزل على النيرة حسب المقاس المطلوب للعمل، من أجل صنع وزار أو مصر أو سواه من الملبوسات التي تنسج من خيوط الغزل. ثم يقوم النساج بإدخال عصا بين خيوط الغزل لكي يسهل حملها حين تركيبها على الكارجة أثناء النسيج دون أن تتشابك. ويلاحظ النساج أنه أثناء تركيب الخيوط لابد أن بعض الخيوط قد تتشابك، لذلك يقوم بفردها مرة أخرى حتى لا تتشابك استعدادا للمرحلة التالية. Thank you.
يقوم الفريق بربط النيرة وبما فيها من خيوط ويربطها بخشبة ليثبتها جيدا حتى يتيقن النساج من دقة عمله، لأن الخطوة التي تليها تتطلب أن يكون النول مشدودا ومثبتا. ويتم في ذات الوقت إدخال خيوط نايلون، ويتم ذلك باستخدام قالب ومرود. وهذه الخطوة تتطلب مهارة فائقة من النساج، لأنها خطوة بالغة الدقة والتعقيد. يحضر النساج القالب الخشبي والمرود النحاسي، يربط خيط النايلون بهما، ثم يدخل الخيط بين المرود والقالب، ثم يجذب أحد الخيوط، خيوط الغزل، ثم يشبكها بالقالب مستخدما المرود. ويهدف من هذه الخطوة إجراء التماسك بين القالب وما جمع من خيوط نايلون مع خيوط الغزل. وهنا فإن خيوط النايلون هي لغايات ربط الأطراف وليست أساسية فيما ينسج من منسوجات. وتصبح الخيوط الممدودة والقالب متماسكة، ويواصل هذه العملية حتى يتم مد الخيوط مع طرف النول إلى طرفه الآخر وبشكل متماسك. يقوم النساج بتجهيز خشبة يصنعها بنفسه مستخدما المدية لذلك. هذه الخشبة يدخلها بدلا من كيس قماشي رفيع يسمى السروال، وهو موجود خلف القالب. يجهز السروال المربوط بالقالب ويدخل خشبة فيه، ثم يسحب السروال من النول، وكذلك يقوم بسحب المرود وما به من خيوط. ويلاحظ هنا أن استخدام السروال يتم حتى لا يؤدي سحب الخشبة إلى إتلاف خيوط الغزل وتشابكها. يضرب الخيوط ضربا خفيفا بغاية فردها، ثم يجري عملية التمشيط للخيوط ليتأكد من سهولة حركتها وأنها مركبة جيدا، ويتم نسجها فيما بعد بسهولة ويسر. ويقوم النساج بتركيب الخيط مرة أخرى، يقلب النول ليركب اثنتين من السماسم في أسفل النول ليصبح عدد السماسم فيه 4 سماسم. ثم يقوم النساج بتركيب الخيوط مرة ثانية، لكن هذه المرة من الأسفل بعد أن قلب النول. يعاود إدخال الخشبة ويخرجها من السروال، كذلك يقوم بسحب المرود من السروال نهائيا من الخيوط لانتهاء مهمة المرود والسروال. Thank you.
يربط النساج السماسم بإنشوطة لتعلق فيما بعد بالكرجة. هذه الخيوط أو الإنشوطة تسهل عملية تركيب الخيوط على الكرجة. إنشوطتان من كل جانب من الأعلى ومن الأسفل. ثم يمشط الخيوط ليتأكد من سلامتها وسلاستها. يقلب النول ثم يركب إنشوطات جديدة للسماسم التي في الأسفل. يتبع نفس الخطوات التي قام بها في التركيب على النول، يمشطها وما أن يتأكد من سلامة خيوط الغزل حتى يصبح النول جاهزا لتركيبه على الكرجة والقيام بعملية النسيج. ويبدأ النساج بتثبيت جسم الكرجة على الأرض. تثبت الكرجة بأوتاد تغرس في الأرض بشكل قوي ومتين على جانبي حفرة الكرجة أو ما يسمى بخبة الكرجة، ويكون عمق الخبة نحو نصف متر. يضع على أوتاد الكرجة خشبة كبيرة تسمى بالمستاه، وهي بمثابة الجسر الأساسي للكرجة. يمد النساج خيطا في منتصف النول ليمتد إلى نهايته وعلى مسافة 20 قدما تقريبا. يلف المستاه بواسطة المفرق الموضوع من خلال ثقب في المستاه لكي يلف الخيط بين الفينة والأخرى. ثم يمد الإحباس والشباك على طرفي الكرجة، ويقوم بتركيب أجزاء الكرجة بقياسات منضبطة ومحسوبة لإحداث التوازن المطلوب في الكرجة. وما أن ينتهي من تثبيت الموار بالطين المخلوط بالماء حتى يبدأ النساج ومن يعاونه بأخذ قياسات من وسط الكرجة باستخدام عصا، مستعينا بكفه لتحديد المسافة بين درجي الكرجة. ثمان قبضات وأربعة أصابع هي المسافة التي يجب أن تكون بين كل درج من أدراج الكرجة. والكرجة هذه أجزاؤها من خشب السدر أو القرط، وهي تتكون من 23 جزءا. يقوم بتركيب أدراج الكرجة، يركب أحد الأدراج يثبته بالطين، ثم يقوم بتركيب الدرج الآخر على الجهة المقابلة وفق قياسات دقيقة يجريها مرة أخرى ليتأكد من ضبط المسافة بين الدرجين، ثم يثبته بالطين. ويقوم بإدخال جزء من أجزاء النول التي يعلق بها الخيطان العلويان من النول. ثم يركب الدفف فوق الدرج لتمسك بخطى النول السفليين ليثبتهما بالدوسات الموجودة في خبة الكارجة. ويأتي دور تركيب النول الجاهز بخيوطه على الكارجة بعد أن يكون النساج ومن معه قد تمكنوا من إتمام المراحل اللازمة لذلك. يثبت الكارجة من مؤخرتها بوتد لتثبيتها وشدها. وهنا يعلق الأنشوطات في الجزء العلوي من الكارجة.
ثم يعلق الأنشوطات السفلية في الدوسات المتواجدة في حفرة الكارجة. ويدخل حائك النسيج النيرة بين الزير والدفف، فالزير يقع تحت النيرة، أما الدفف ففي أعلاها، ويصبح وضعهما كالكماشة من فوق ومن أسفل. ثم يقوم بربط أجزاء النول بالنيرة، وذلك بهدف شد مقدمة النول وثباته. بعد ذلك يقوم بإجراء عملية قياس أخرى للإنشوطة، وهنا يتم تركيب ميزان الكارجة من أجل إحداث التوازن. ويبدأ الشريك أي معلم الصنعة والمعاون والصبية بعملية حياكة النسيج. الصبية تحت التدريب يجهزون خيوط الغزل التي تدخل المكوك، والنساج بدوره يضع الخيط بالمكوك ليبدأ عملية النسيج. يدخل النساج المكوك بين الخيوط ويدفع به إلى الجهة الأخرى، ثم يجذبه ويعاود الأمر مرة أخرى. يجذب بيده النيرة ثم يضغط برجله على إحدى الدوسات داخل الخبة. تتحرك الخيوط وتتداخل بعضها ببعض لتترابط خيوط الغزل وتصبح نسيجا. يدفع المكوك ثم يجذبه وكأنه يدفع بكرة مطاطية يلتقطها بمهارة وسرعة فائقة. وبينما تتواصل عملية حياكة النسيج، يواصل الصبي عملهم في تحضير خيوط الغزل وتجهيز المكوك، وتتواصل الحياكة، ويستمر النساج بمثابرته على عمله بكل ما أوتي من صبر وأنات ومقدرة ومهارة. يكرر عمله بين الجذب والضغط على الدوسات إلى أن يخرج ما نسج بشكل بديع وأنيق. إن النسيج في عمان كان صناعة منزلية أكثر تطورا يقوم بها الصانع لسد احتياجات أفراد الأسرة من الثياب. فما أبدع ما صنعت يداه: مصر، دهداشة، وزار، واسبعية بألوان زاهية جميلة وبتصاميم مبتكرة أصيلة. والنساج العماني وهو يسكب قطرات عرق على خيوط غزله، فإنه يتمسك بموروث حضاري وبصنعة كان لها صيتا وشهرة عبر التاريخ، لتتواصل عراقة الماضي مع عمل المستقبل، فبوركت حبات العرق الندية. Thank you.